اولا عيد مبارك لكم نتوما كاملين وكل الناس اللي كيتابعوا معنا هذا الموضوع في هذا العيد المبارك. قضيه اللحوم موضوع اساسي ومهم جدا في الجانب الصحي، لان كاينه فئات وكاينه حالات مرضيه اللي خاصها تمتنع ولا تخلص من هذه الماده ديال اللحم، بحال دابا بعض الامراض بالخصوص ديال القلب وديال الشرايين اللي عندهم ضغط دموي، والامراض السكري كذلك، والناس اللي عندهم مثلا تفاقم في الكوليسترول في الدم، وما نساوش النقرس يعني لاكوت، هادو كلهم كيتجنبوا اللحوم الحمراء في هذه المناسبة هذا باش ما تفرحش. اللي عنده مثلا هذا الشيء في واحد المستوى ضئيل كيمكن نعطيه واحد المجال محدود باش يمكن يستفز زعما في هذا العيد هذا المبارك. واللي مهم جدا اللي بغيت نقول لك الاخت الكريمه هو ان الناس اللي كيستمعوا لنا وكيشوفونا خصهم يعرفوا بانه اللحم ما خصش الواحد يكثر منه في هذا العيد المبارك، ما خصوش يفوت 200 300 غرام، لان اي حاجه كتفاقم هذا العدد ديال الغرامات ما كتستفزش منها بالذات، وبالعكس كيمكن لها تحول دهنيات وتخلق اتعاب للصحه ديال الانسان. يعني اللحم في حدود، وهذا حتى في الحياه العامه الانسان، والحمد لله الجسم ديال الانسان كياخذ الحاجه اللي محتاج لها، وهذه راه مهمه لا في اللحوم ولا في حاجه اخرى. هذه اللحوم هذه ملي كيكون الافراد ديالها كيمكن تكون هناك كما قلت مضاعفات. وقد طرحتي سؤال كما قلت لك مهم، وهو اللحوم المشبعه بالدهنيات، لان كاين اللحوم كيبان لك يمكن تبان لك حمراء ولكن راه الدهنيات فيها لا تتصور، داك الشيء علاش اللحوم حتى هما فيهم اطراف اللي كيمكن تكون ضعيفه من ناحيه الدهنيات. الناس اللي عندهم مثلا بعض نقولوا بعض الحوايج بحال السكري بنسبه ضئيله ولا ضغط دم، يمكن كاين واحد الاطراف ديال اللحم اللي يمكن يختاروها. ولكن اللحوم مشبعه، اللحوم كيفما كان حلوه ملي كتجاوز القياس ديالها راه كما قلت كتحول في الذات، وكيمكن دير اضرار، وبحال مثلا كما قلت لك الكوليسترول، وبالخصوص الكوليسترول الغير الكوليسترول اللي كنقولوا احنا اللي ما مزيانش ال دي ال، هذاك الكوليسترول اللي ما مزيانش ولكن دير مشاكل في الشرايين وانسداد ديال هاد الشرايين وحاجه. وكذلك السكري كيمكن يفاقم المرض السكري والضغط الدموي، ها، وهاد المسائل كلها خص الواحد يهتم بها وياخذها بعين الاعتبار. وحتى واحد النقطة أخرى اللي بغيت نقول لهم، حتى الطريقة ديال التغذية ديال اللحوم خصها تكون مضبوطة، وتكون من الأفضل تكون مشوية وما تكونش قريبة للعافية، وما تكونش توصل لدرجة أنها تطيب بزاف، خصها تكون الطياب ديالها يكون القياس ديال 70 80 دوغري باش تبقى عندها حتى ديك الفائدة ديالها، وما تحرقش. الا تحرقات راه خطيره جدا، لان ديك الماده المحروقه اللي كيقول هذه الماده راه مزيان محروقه كتعطي واحد البنيه، لا راه فيها مواد كتحول مواد كيماويه يمكن تضر الانسان. دونك هذه المساله خص واحد حتى هو يهتم بها. اقتناء ديال الخروف خصو يتبع واحد الشروط مهمه، وهو انه الخروف اللي يكون داز عن طريق اطباء بيطريين، وتكون المسائل مضبوطه في الاماكن اللي مقبوله واللي كتحترم هذه الشروط. كاينين الناس اللي بالطبع اللي الله يكون في الباديه ولا في حوايج بعاد خصو الى شراو شي حاجه يشرو عند الناس اللي كيحترموا هذه الشروط هذو، باش يمكن الاقتناء ديال البهيمات تكون صحيه. هذه الاولى. ثانيا راه كاينه نقطه اللي بغيت نشير لها كذلك، مثلا بالنسبه للحوم راه ماشي فيها فوائد، فيها مسائل زعما حوايج اللي نقدروا نذكروا بيناتهم. الحديد، الحديد مهم جدا للذات، وهو كيحارب فقر الدم وهذه المسائل هذه كلها، ولكن كذلك فيه مواد اخرى مهمه، فيتامين دي، فيتامين سي، فيها فيتامين بي 12، وهاد المواد هادو كلهم كيساعدوا كيقويوا العظم ديال الانسان. وكاين ماده السيلينيوم، وكاين حوايج اخرين كيسموا لي زونتي اوكسيدون كيقويوا من المناعه ديال الانسان. هادي كلها فوائد، ولكن عدم الافراط باش تكون الامور في المستوى ديال صحه الانسان.
هنا هذه المساله يمكن نقولها حتى للمواطن والمواطنه العاديه والجميع، انه مثلا تكون عنده تغذيه سليمه، وبالخصوص في هذا العيد المبارك. ونشير النقطه الاساسيه اللي كنساوها هي الفطور. الفطور خصو يكون متوازن، اللي تكون فيه مثلا حليب، الشاي حتى هو منصح به في هذا الشيء ديال في العيد، وتكون فيه مثلا واحد شويه ديال الياغورت. المهم يكون واحد الفطور يكون كامل باش يمكن لنا ندوزوا للمرحله ديال التغذيه في اللحم الاضحيه. وخصنا نقطه اخرى كما قلتي للوقايه، وهو ما نكونوش نكثروا في هذه الماكله في وقت متقارب جدا، خصها واحد 5 سوايع 4 سوايع. والنقطه الثالثه وهو من الافضل الخضر وفواكه، وحتى ديك اللحوم مزيان تدار في الطواجن، في الطاجين اللي فيه توازن، اللي تكون والطياب ديالي يكون متوسط وما يكونش مجهد. وثالثا وهي الحركه والمشي، لان كنساو بعض المرات كنكون جالسين بالعائله وهذا ومريحين مرتاحين، ولكن خصو تعطي الواحد الوقت راسو باش يتحرك. وكتكون هذه في المناسبه ديال الزياره ديال العائله وديال الاحباب والوالدين، دوك هذه الحركه كلها مزيانه، وكتليها كذلك في الايام اللي من بعد منها زعما رياضه واحتياطات، والاكثار من التغذيه ديال الخضروات والفواكه. وما نساوش نقطه اخرى وهي النوم. الواحد خصو، حيت في هذه الاعياد الناس كتسهر بزاف بعض المرات، خص النوم يعطي الراسو الوقت كافي. علاش؟ باش يمكن يسهل الهضم ديال هذا والراحه ديال الانسان.